طبعا من 2010 ما كانش في قسم علاج طبيعي في مستشفى صرمان، ولكن كان عندنا بعض الأجهزة موجودة مخزنة، وشرينا بعض أجهزة ثانية. حبينا أن نستغل هذه الأجهزة والكفاءات الموجودة في المستشفى، فاضطرينا إلى فتح علاج طبيعي نظرا لهلبة أطفال يحتاجوا علاج طبيعي والخاص كلفهم هلبة. فالتجأنا إلى فتح علاج طبيعي للناس والشابين والعزايز والأولاد اللي يعانوا من أمراض مزمنة وأمراض عصبية. في أجهزة مخزنة هنا استعملناها برضو، والكادر الوظيفي موجود كان بس ما كانش مفاعل وما كانش منشط. الآن الكادر الوظيفي بتاع العلاج الطبيعي موجود، واستعنا صراحة زي كل مرة نظرا لنقص الكوادر أو بالذات في مستشفى صرمان، استعنا بعقود متعاونة مع فنيين في العلاج الطبيعي وأطباء. المناظير طبعا ما شاء الله الوحدة جديدة ما استخدمتش قبل، يعني الأجهزة جديدة، تيوبات جديدة، يعني الحق يعني ما شاء الله، لكن لها فترة مركونة لأن عدم توفر من يشتغل عليها، أو ممكن ما فيش حد كان عنده فكرة أنه يفتح مناظير في مستشفى صرمان. الحقيقة ممكن الجماعة اللي قبلنا كانت عندهم رؤية معينة، أو كان عندهم نقص في الكادر الطبي، أو ما توفرتش عندهم يعني الكادر الطبي ما كانش موجود اللي بيفتح وحدة مناظير. والحمد لله إن شاء الله احنا ندعو أن الأمور تستمر. احنا تو نخدم بواقع يوم في الأسبوع، نخدم نشتغلوا بين المناظير علوية 3-4 حالات، سفلية 3-4 حالات، يعني بمقدر أسبوعيا. هذا كإحنا أول يوم، الخميس اللي ماضي خدمنا حالات، الخميس هذا بإذن الله حناخذ جانا عدد أكبر، احتمال نخدمه حتى 10 حالات. يعني اللي أضفناه لمدينة صرمان إن مدينة صرمان تقريبا ما فيهاش مركز علاج طبيعي كبير ما عدا اللي في أم الحشان، فهذا أول قسم علاج طبيعي كبير يستقبل حالات بكميات كبيرة يعني في مدينة صرمان. ما شاء الله بالنسبة للقسم متوفر فيه معدات مش موجودة حتى في القطاع الخاص. علاج طبيعي لازم يوميا، في أيام مخصصة للرجال، أيام مخصصة للنساء، والأطفال طبعا يوميا نحن مديرين لهم غرفة خاصة.